السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل كرسي الاستحمام، وده للحالات المرضية. هنبدأ على طول مع بعض. هنقطع قطع من الخشب 34 سنتي في 34 سنتي من خامة الفوم بورد المقاومة للمية والتي لا تساعد على الاشتعال، ومن الأطراف هنحدد 3 سنتي في كل طرف علشان نبدأ نفحره بالراوتر. هي دي بنطة المفحار اللي هنستخدمها، هنركبها في الراوتر ونظبطها على العمق حوالي 8 ملي. وهنبدأ نفحر بالراوتر الأربع أضلاع. الخامة اللي بنستخدمها النهاردة في الفيديو هي خامة الفوم بورد، وده إنتاج مصنع إي جي بورد، وده صناعة مصرية، ودي خامة طبعا زي ما قلنا مقاومة للمية والاشتعال. بعد كده هنحدد الزوايا بالقلم رصاص ونقصها بمنشار الأرك. هنقيس القياس الداخلي، طلع معايا بعد الحفر 28 سنتي، فهنقص على قد العرض ده بالظبط قطعتين من الفوم بورد 28 في 36. دول كده قطعتين الأرجل عرضهم 28 في ارتفاع 36 سنتي. بعد كده هجيب المنتصف بتاع الأرجل واشد خط علشان أبدأ أقسمها. القطعة دي كده طولها 36 سنتي، هنقسمها على 3، هيبقى 12 سنتي 12 سنتي 12 سنتي. هاخد 5 سنتي من الأطراف وأبدأ أرسم الأرجل وأقصها بمنشار الأرك. قطعة من نفس السمك اللي انا بشتغل بيه هجيب المنتصف بتاعها، بعد كده هبدأ استخدمها عشان احدد التخانة اللي هفرجها عشان اعشق الارجل مع بعضها. نركز واحنا بنعلم المكان اللي هنفرغه، هنا الجزء العلوي وفي الرجل التانية هيكون الجزء السفلي. نبدأ نفرغهم باستخدام منشار الارض. خلي بالك من النقطة دي بقى، لما تدخل بسلاح المنشار يكون سمك سلاح المنشار بعد العلام بالقلم الرصاص عشان يطلع القياس بتاعك مظبوط، ولما تعشقهم يطلعوا مظبوطين. زي ما انتوا شايفين بنجرب بنلاقي السمك مظبوط تمام. على الطرف العلوي للأرجل هعلم واخد سمك الخامة اللي انا شغال بيها اللي هي 18 ملي، وبعد كده بعد ما خدت العلام هبدأ ارجع للخلف حوالي 2 ملي علشان الجزء ده هو اللي هيغطس جوه القاعدة زي ما هنشوف مع بعض. بعد كده هقيس حوالي 8 سنتي من كل طرف، وهيكون هو ده اللسان اللي هيركب في القرصة او قاعدة الكرسي. كده انا جهزت اللسان اللي في الارجل اللي هيركب جوه القرصة. هبدأ بعد كده بقى اجهز القرصة نفسها. هجيب المنتصف عشان احدد اماكن النقر اللي هيركب فيها اللسان بتاع الارجل، وبنفس الطريقة احدد السمك اللي انا هنقر فيه. هحدد عرض وطول اللسان بتاع كل رجل وابدأ ارقم واكتب ارقام الارجل عشان لما اجي اجمعهم يتجمعوا في نفس المكان بالظبط. هي دي ريشة الحفر اللي هستخدمها، هبدأ اظبطها على الراوتر ويكون عمقها هو نفس عمق اللسان اللي هيركب في القاعدة. هثبت الراوتر على السطح وابدأ اميله وانزله بهدوء، هيغطس جوه الفوم بورد وابدأ افحر بيه.
بعد كده هبدأ أظبط النقر باستخدام الأزميل. خامة الفوم بورد اللي بنشتغل بيها كنا عملنا لها أكتر من فيديو بيشرح مواصفاتها وقدرتها العالية على مقاومة المية وعدم قابليتها للاشتعال، وكمان مجالات كتير لاستخدامها. هسيب لكم إن شاء الله روابط المصنع في صندوق الوصف وكمان الفيديوهات اللي بتشرح الخواص. كده عملنا النقر، هنبدأ بقى نطوي أطراف القاعدة أو القرصة. فهنقص على زاوية 45 عشان لما نجمعهم المفروض يلحموا مع بعض، ولكن للأسف في غلطة حصلت إن إحنا المفروض كنا نزود الطول بتاع القص، ما يكونش على الحافة بالظبط، يكون زيادة أو بارز لبره حوالي نص سنتي. تعالوا نشوف الغلطة وإزاي قدرنا نعالجها. طبعا إحنا شطفنا هنا كل الأطراف على زاوية 45 أهيت عشان لما نطويها تتجمع بزاوية قايمة بالشكل ده. دول هنا كده الأرجل هيتجمعوا مع بعض بالشكل ده ويثبتوا جوه القاعدة. تعالوا بقى الأول نطوي القاعدة. هنستخدم الهيتر أو مسدس الحرارة، بعدين طبعا بنستخدمه مدة دقيقتين أو ثلاثة حد ما يلين معانا الفوم بورد، بعدين نبدأ نطويه بالشكل ده. طبعا نظبطه من الخلف بحيث يكون زاوية قايمة، وممكن بعد ما اظبطه أبدأ أرش بسرعة بالمية علشان أسرع زمن التبريد بحيث ينشف معايا ويتصلب على الوضع اللي أنا ظبطه. وبنفس الطريقة في الأربع أضلاع. طبعا المفروض ان الزاوية بتقفل مع بعضها هنا، لكن هي قفلت هنا يعني الى حد ما، اما في الثلاث اطراف التانيين فما طلعوش مظبوطين. المفروض ان احنا نقصها بعيد شوية او الزاوية تبقى بعيدة حوالي 3 مللي من كل اتجاه عشان تقفل مع بعضها. طبعا دي اول تجربة لينا، ولكن شوف ظهرها كده من ورا ده الشكل بتاعها. طيب خلينا نشوف ازاي هنعالج الفتحات دي كده، ولكن قبل ده كله هنبدأ نضيف الجلو او السوبر جلو هنا كده عشان يزود من قوة التصاقها. هنقص شريحة مناسبة من الفوم بورد نبدأ ندخلها، وبعد كده نبدأ نضيف السوبر جلو. هو طبعا بيتخلل بين القطعتين وهيمسكهم كويس جدا، واشيل طبعا الزيادات باستخدام الازميل والصنفرة. بعد كده هجيب اي بودرة بيضة، اي مسحوق ابيض، انا ممكن جير ممكن زنك، وابدأ احطه في الاجزاء الرفيعة جدا وابدأ اضيف عليه السوبر جلو. هيعمل لك معجون قوي جدا للثقوب والشروخ اللي في الفوم بورد. ابدأ بعد كده اشيل الزيادات بقطعة من الصنفرة واسويها بحيث تبقى بومبي مع شكل الطاولة. بصوا كده يا جماعة، دي الحواف اهيت اتقفلت وبقت بومبي اتظبطت بالصنفرة. طبعا بعد كده بقى بيكون في تفنيش او بتندهن، وده من الخلف اهوت. نبدأ بقى نركب الارجل، ولكن اكتشفنا ان في جزء زايد نتيجة الطي، فهنضطر ان احنا نقصه بنفس ارتفاع الجزء اللي طويناه. موضوع سهل جدا، هنقصه بالمنشار وناخد القياس او العمق ونعلمه على الارجل ونبدأ نقصه في القطعتين. قصينا الجزء الزايد، هنبدأ نجمع الأرجل مع بعض بالشكل ده. طبعا واحنا بنجمع بنخبط بشاكوش يكون من المطاط او الكاوتش عشان ما يأثرش على الخامة. ده كده الكرسي بتاعنا. هنبدأ نضيف السوبر جلو في الأجزاء المعشقة، هو طبعا بيتخلل ما بينها ويبدأ يثبتها وبيخلي الخامة تلتصق بعضها كويس جدا. ده كده الكرسي بتاعنا من خامة مقاومة تماما للمية ولا تساعد على الاشتعال، تقدر تستخدمه للحالات المرضية وشفى الله الجميع. هسيب لكم إن شاء الله وسائل التواصل مع مصنع إي جي بورد في صندوق الوصف، وكذلك بعض الفيديوهات الخاصة بالفوم بورد. دعواتكم لنا جميعا بالتوفيق، اللهم اجزنا جميعا خير الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله.